مبروك. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السيدة لطيفة النعيمي نائبة رئيس مقاطعة تبريكت مستشارة في مجلس الجامعة ديال سالا. اليوم عندنا حفل إعذار الأطفال ديال مقاطعة تبريكت اللي كتدخل ضمن البرنامج السنوي للمقاطعة. عندنا هذا الحفل سنويا يعني كنديروه الأطفال واللي كيدخل ضمن البرنامج الاجتماعي أو الشق الاجتماعي للمقاطعة. العملية الحمد لله كما كتشوفوا كتمر على أحسن ما يرام وفي أحسن الظروف، حيث توافد علينا الآباء والأمهات يعني المعنيين بالأمر وجابوا وليداتهم كما كتشوفوا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تواصلنا مع المجتمع ومع الفئة المستهدفة وخاصة الفئة الهشة اللي كنحاولوا نخفوا عليها شوية من عبء المصاريف ديال الختان. كذلك السيد الرئيس أعطى الانطلاقة ديال تسجيل هاد الأطفال منذ شهر فبراير، وحنا كنسجلوا الأطفال باش يعني خدينا واحد العدد كتير الحمد لله. والعمليه ديال الختان ما كتشملش غير عمليه ختان فقط، انما كتشمل كذلك التحاليل مرات بعمليه التسجيل والتحاليل عاد هذه العمليه ديال الختان اللي كتشوفها اليوم. وهذا ان دل كذلك على شيء فانما يدل على حرصنا على يعني سعاده المواطنين والاهتمام بالمواطنين. والسيد الرئيس يعني كيعطي الاهتمام بالشق الاجتماعي، يعني ما كيخليش هذه العمليه يعني الا وكيعطيها الاهتمام. يعني العمليه اعطت اكلها، كنشوفوه اليوم يعني المواطنين يعني هما غادي فرحانين، والحالات اللي دازوا بين يدينا تقريبا كلهم حالات مزيانين، يعني ما كانت شي حاله يعني خطيره ولا شي حاجه مثلا استعجاليه، كلهم يعني في احسن ما يرى على احسن ما يرى. والحمد لله والمواطنين على التفاعل ديالهم مع السيد الرئيس ومع المقاطعه ومعنا احنا يعني كمفوضين. كنشكر الساده الاداريين على المجهودات اللي قاموا بها منذ يعني ايام العيد اللي خلاو العيد وناضوا كيتواصلوا مع المواطنين وكيتجاوبوا معهم باش يجيو يحضروا في هذا النهار. شكر موصول كذلك الطاقم الطبي اللي يعني على العنايه ديالو وبالاطفال، والحمد لله كما قلت لكم الحالات يعني كلهم مزيانين. السلام عليكم. كنشكر هذه الجمعيه، فرحتنا اليوم بزاف وفرحت هذه الوليدات، وجيت نختن ولدي تا انا بحال كاع الناس، والله يرحم ليهم الوالدين. وكنقول لهم شكرا شكرا بزاف بزاف ومبروك عواشركم. مزيانه، تتمنى يا ربي كل شيء يدوز على خير وبخير. هادشي اللي كنتمنى الفرحه، كنتمنى الجميع، نتمنى وليدي يدوز على خير وبخير. وانا فرحانه دابا بزاف بزاف، واخا تعبت اليوم بزاف الصراحه، تعبت جريت من شارع لشارع ما كاينش خبار كيديروا التحاليل، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. كنتمنى دابا ولدي يدوز على خير وبخير، وكنتمنى جميع وليدات المسلمين. وشكرا لهاد الناس، شكرا بزاف، الله يجازيهم بالخير، الله يجازيهم بالخير. السلام عليكم، سميتي سلمى بلخو، انا متطوعه في منظمه الوطنيه للاغاثه والانقاذ والتدخل السريع. حنا دابا كنتواجدوا في مستشفى مولاي عبد الله في واحد حفل ختان بتنظيم مقاطعه تبريكت. كنشكر كاع البنات اللي معايا، وكنشكر رئيس ديالنا السي بن عيسى حدادي. الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذه بادره زوينه اللي كنشوفوها هنايا، وكنتسناو شحال، والحمد لله راه كل شيء داز بسلام. كنشكروا الاطر اللي متكلفين بهذا الشيء، كنشكروا الجمعيه اللي وصلتنا لهاد الناس هادو باش نوصلوا لواحد النتيجه زوينه. الله يجازيهم بخير والله يطول لهم في عمرهم،
وبادره زوينه هذه ونتمنى تكون ديما. شكرا. السلام عليكم، معكم الحدادي بن عيسى رئيس المنظمه الوطنيه للاغاثه والانقاذ التدخل السريع مكتب مركزي مدينه سلا، مسؤول في الهلال الاحمر لجنه عماله سلا. الحمد لله كنشكروا بعدا المنبر الاعلامي اللي كيوثق هذا الحدث هذا وديما حاضر في مدينه سلا في الاعمال الخيريه. كنشكركم بزاف على هذه المواكبه، وصراحه كنشكروا مقاطعه صابريكس على هذا العمل الجبار اللي دارت على هو حفل الختان هذا الحفل الخيري. وكنشكروا السيد رئيس المقاطعه وجميع مكتب المسير على هذه الحمله ديال الختان. وصراحة هذه الحملة الحمد لله داز بواحد الجو يعني تبارك الله جو رائع، لا بالتنظيم لا بالإخوان اللي منظمين هذا العمل هذا، كنشكروهم. وصراحة كنشكروا المجلس كامل واحد واحد، وكنشكروا الإخوان اللي ساهرين على هذا المستشفى والسيد عامل عملة سالة، والله يشافي سيدنا، كنتمنى له الشفاء العاجل، والله يجعل هذا البلد آمن مطمئن وسائل بيد المسلمين. شكرا لكم بزاف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.